اهلا بكم مره ثانيه. الحقيقه احنا عندنا ملفات كثيره نتكلم عنها في هذه الفقره تحديدا متعلقه بالنادي الاهلي سواء محليا او قاريا، واكيد طبعا يعني اللقاء المرتقب بين الاهلي والوداد المغربي. كل دي امور هنتناقش فيها مع كابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق اللي منورنا النهارده. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا كريم. اهلا بيك. صباح الخير انا وانت. يا هلا يا كابتن عادل والله العظيم نورنا كالعاده. ربنا يكرمك. وهنخش بقى على طول على الماتش المرتقب وسفر البعثه خلاص، و ان شاء الله يوم الاثنين نفرح كلنا والاهلي يحقق تاني التاريخ او يكتب التاريخ من جديد ويضم طبعا ان شاء الله يعني البطوله دي لتاريخ بطولاته. هل نقدر نقول ان احنا هنبدا او عندنا الى حد ما تخوفات، ولا الموضوع الى حد ما لو شفته برضو كده كمشهد من بعيد لا الحمد لله الصوره مطمئنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه علشان نبقى عارفين سياسه وتاريخ النادي الاهلي يبقى عارفين ان دايما النادي الاهلي بياخد بالاسباب. ايه هي الاسباب؟ مجلس اداره بيقوم بدوره. كويس. ايه دوره؟ دعم الطرق القانونيه، يروح يشتكي في الفيفا الاتحاد الدولي، يجيب الطياره، رئيس البعثه يبقى رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره، الجهاز الفني يدرس الفريق كويس، اللعيبه تتجهز، الجهاز الطبي يجهز اللعيبه اللي كانت مصابه بحيث ان كل واحد يخش المباراه وهو سليم 100%. المباراه اللي فاتت مع انبي الراجل لعب، ده كان في 7 اساسيين مش موجودين اصلا، وكان ممكن في ناس تلعب ما لعبهمش علشان يعني بيجهز. هو عنده وعنده ثقه في اللعيبه اللي هتلعب، فكل واحد بيعمل الاسباب بتاعته كويس. فدي والجماهير حتى عامله اللي عليها. الناس عايزه اقول لحضرتك ما فيش حد بيقابل اي حد من الناس اللي ليه علاقه بالاهلي الا ما بيسالهم انا عايزه اسافر، عايزه اسافر اعمل ايه؟ فالناس كلها عايزه تروح. يعني انا اقول لك على حاجه ثانيه، انا هو لو تلاحظي مثلا في الماتش اللي ما ادانهوش كويس، اظن ماتش الطلائع او البنك الاهلي، البنك الاهلي يعني البنك الاهلي ما ادانهوش كويس، الجمهور شفتي هل في حد مثلا شك لحظه في النادي الاهلي؟ لا ابدا. طب الماتش اللي فات احنا مغلوبين لحد الدقيقه 90 او 94، يعني احنا جبنا جول في الدقيقه 94 وجول 97، هل الجمهور زيط او عمل اي حاجه؟ في ثقه. وبعدين انا ساعات ببقى متضايق قوي. دي مجموعه من تفاصيل كتير بتدي لجماهير النادي الاهلي خصوصيه شديده الحقيقه، ودايما المنطق عندهم حاضر، يعني الى جانب طبعا الشعور بالانتماء واللي بيترجموه بمنتهى الفعاليه في صوره تدعيم ومؤازره للفريق سواء في الاستاد او بره الاستاد، لكن عموما جماهير النادي الاهلي في حته لوحدها كده. يعني هو اللاعب رقم واحد يا كريم. والله اقسم لك بالله اللاعب رقم واحد. مجلس الاداره لما بيقوم بدوره ما بيقومش بدوره بناء على رغبه جمهور، او جمهور ليه دور، جمهور دوره انه في المدرج يشجع فرقته ويشجع لاعبته ويقف معاهم في كل اللحظات. ساعات ببقى متضايق ان حد يوجه الجمهور يقول له والنبي انا عايز، يعني انا عايز ادعم يا اخي، هو بيدعم من غير ما اي حد يقول، لان ده الجمهور ده هو ده عصب النادي الاهلي. الحاجه الثانيه لما بناخد بكل الاسباب بنبقى بعد كل الاسباب واللعيبه واللعيبه جاهزه والاعداد البدني والنفسي وكل الامور دي، نمره واحد يبقى توفيق ربنا، يبقى في هذا اليوم ان شاء الله يبقى الحكم ما يبقاش فيه اخطاء خطيئه مؤثره. بس الحكم كويس الحمد لله يعني بشهاده الجميع، حتى كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتحدث. يعني انا بتكلم على التوفيق، يعني هو الماتش اللي فات جوميز برضو في الماتش اللي فات مع الوداد كان فيه لاعب مهم جدا في فريق الوداد كان المفروض يطرد، واخد انذار، وفي كره ثانيه راح واخدها بايده كان المفروض ياخد كارت احمر، تغاضى هو عن الكارت الاحمر. انا اقصد بقى مش حلو ده. ايوه يا كابتن، قلت ايه بقى؟ يبقى اذا هنقول ان هو مش مغرض ولا حاجه، لكن بنقول ان هو حاجه زي دي كان عامل حسابها. الاخطاء التحكيميه بشكل عام وارد حدوثها، لكن احنا بقالنا زمن، بقالنا شويه وقت حلوين بنتكلم على اخطاء تحكيميه ترتقي لمرتبه الجرائم في حق النادي الاهلي. ليه الموضوع بقى كده؟ ليه بقت يعني حضرتك بتقول ايه من شويه يعني بشكل كده يعني مجازي ان ربنا يكرم واخطاء التحكيم ما تبقاش اخطاء كبيره، وكاننا خلاص بقى من المفروغ منه ان يبقى في اخطاء وبندعي بس انها ما تبقاش كبيره قوي او ما يجيش علينا زياده قوي. احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ اللي وصلنا ان احنا مش عايزين نحل، عارف لما يكون في عندك ثوب. هو احنا متاخرين عن الحل؟ ما احنا بنحاول في كل مره. لا لا. نتعرض فيها لظلم. لا لا لا، ما بنعملش الحل المظبوط يا كريم. الحل المظبوط احنا بقالنا انا وغيري بقالنا 10 اكتر من 10 سنين بنقول في الموضوع ده ومحدش يعني بيسمع وبعدين يعني ما بينفذش، لان انت
مش ممكن ابدا انا كاتحاد كوره سواء الموجود او اللي قبله او اللي قبله انا عايز اصلح، هصلح ازاي وانا بستعمل نفس الادوات الادوات اللي انا بجيبها؟ يعني الرئيس اللجنه اللي موجود دلوقتي بقاله اكتر من 5 أو 6 سنين، لما يجي اتحاد جديد اروح مديله اللي هو السنه اللي فاتت اهدى الدوري للنادي المنافس 35 بونت، وكل الناس عارفه الكلام ده، حتى الناس اللي هم يعني فير في الفريق المنافس عارفين كويس قوي ان في اكتر من 35 بونت راحوا من النادي الاهلي. فانت اتحاد الكوره لما بياخد قرار ياخد قرار بشفافيه ومن غير مصلحه. ايه مصلحتك انك انت تجيب واحد بقاله 5 6 سنين بيأدي بشكل مش مظبوط ومفيش تطوير؟ قلنا يا نهواند يا كريم بقالنا 10 سنين يا اخوانا اللي بيشرف على لجنه التحكيم نجيب واحد خبير اجنبي جاريت من السعوديه والدوله المحترمه جدا، وجايبين خبير. شوف النهارده الحكم اللي بيحكم ماتش الهلال والاتحاد حكم سعودي، وشوف قد ايه شخصيته تطورت. انا بشوف الحكم ده من فتره ما كانش كده. التطوير ده حصل منين؟ انت بتجيب فنجاده وتديله الاف اليورات، طب ما تجيب خبير مش هيبقى عنده ابيض ولا احمر ولا اصفر، وبعدين مش عارف بقى عادل من سين من صاد طبعا، ولا عنده حسابات ولا عنده حاجه. وبعدين بديله سنتين يعمل لي جيل يغير القوانين بتاعه التحكيم. انا النهارده لاعب على درجه ممتازه، ايه المانع ان انا بدل ما اقعد 7 8 سنين علشان اصعد للفريق للدوري الممتاز يبقى يقصر المده ديت، وبعدين ابتدي ان انا اشكل جيل جديد غير الموجود دلوقتي. الافكار دي كلها ليه مش بتتنفذ؟ الاخطاء دي متكرره من نفس الاشخاص. الافكار اللي حضرتك اقترحتها دلوقتي ليه ما بتحصلش؟ ليه مش بتتنفذ؟ اللي علمك في ناس اعضاء مجلس اداره بيحاربوا علشان الموضوع ده، يعني حتى من قبل الانتخابات وبعد الانتخابات في اعضاء مجلس اداره موقرين جدا عايزين يعملوا الحاجه دي، وفي الرابطه برضو في ناس كتير جدا عايزين يبقى في خبير اجنبي بحيث ان هو يجي يصلح من الجدر، وبعدين ما حدش بقى هيقول له انت بتعمل ايه، لانه برضو هيبقى راجل بيشتغل. امال ايه؟ ما فيش بقى ان انا. وبعدين بيبقى برضو في اللجان بيبقى فيه الحكام عندنا للاسف متقسمين طيارات، ده تبع فلان ده تبع فلان ده تبع فلان، والكلام اللي انا بقوله كلام بقوله لوجه الله، وان هم عارفينه. احنا انا يعني بندرب من 73 ومر علينا كل الحكام من جمال وكلهم كانوا بيحكمونا، فانا عارفين الكلام ده. عايزين مره نقف وقفه صدق مع جمهورنا ومع بلدنا ان احنا التحكيم بتاعنا يبقى في عندنا 7 8 في كاس عالم. مصر اللي هي ام الدنيا، اللي هي يعني الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي من اول الدول اللي راحت كاس عالم، من المؤسسين الاتحاد الافريقي. يبقى ما عندناش حكم، والراجل رئيس لجنه الحكام بيشيد ان احنا عندنا لاين مان، والسنغال رايحه ب3 و4، قطر ب4، السعوديه ب3. ايه ده؟ يعني حتى المراجعه ما بتبقاش كده. وبعدين بتبص تلاقي دايما المداخلات في ماتشات النادي الاهلي بس، ماتشات الانديه الاخرى ما فيش مداخلات. الله، ده انت الحكم بيبقى عنده ثقه تامه ان ما فيش عقاب. ده في ماتش احد الحكام ضربتين جزاء وطرد في ماتش المصري، والراجل ما يعني ولا كانه شاف حاجه، وبعدين بثقه غير طبيعيه. الحاجه الثانيه اللي الناس كتير قوي ما لاحظتهاش، الملعب الماتش المصري كان الاهلي وبيلعب الملعب اصفر وفي رمله كتير، بعدها ب 48 ساعه الملعب زي الفل. يعني بقول للمخرجين في القناه يا ريت نجيب الصوره دي قبل وبعد. الاهلي لعب مع المصري يوم كذا، بعدها بيومين كان في ماتش على نفس الارضيه الملعب. انا صعقت، انا لقيت الملعب هنا كان اصفر، هنا الملعب الاخضر الغامق والاخضر الفاتح. طيب يمكن النجيله استوت يا كابتن عادل. اكيد استوت. ما نقدم حسن النيه كده عشان ربنا يكرمنا. ان شاء الله ان شاء الله. لا الحقيقه كل دي امور مؤسفه جدا حقيقي يعني. وعلى ذكر الايام الخوالي زمان، ما كانش عمرك ما كنت تسمعي يا نهواند ان في حد بيشتكي من ان في حكم معين مثلا اخطاؤه فادحه
ما كانش التحكيم مظهر جدل وقتها. بص حسب ما اعرف ان بيبقى في برسنتج لقبول الاخطاء التحكيميه ده دوليا بتبقى بنسبه مثلا 10% وبيعدوها، لكن لما بتزيد فعلا وبالذات او تحديدا مع ناد ما فهنا الواحد لازم بيتكلم. فيعني في اختيار الحكم يا نهوان من ضمن الاختيارات بتاعته شخصيته، انه ما بيتاثر لا يتاثر لا بلون ولا بجماهير ولا باي حاجه. صحيح الراجل مفروض طبعا وبعدين شخصيته القوام سرعة اتخاذ القرار بيتحط تحت اختبارات نفسية عالية جدا، وبعدين راجل ما فيش حد ممكن جدا ان هو ينال منه في سمعته ولا في حاجة، لكن عندنا بيبقى في بعض المجاملات تبص تلاقي الحكم الفلاني بيشتغل في البترول، الحكم الفلاني بيشتغل في كذا. هو هيدور نفسه بعد كده كسي في يعني ما كتاريخ يعني انا لما الاقي حكم بيشتغل في البترول يبقى ما بيحكمش ام بي وتروجيت ومش عارف ايه. الله، طب انت يعني صحيح. الحاجه دي انا مفروض الحكم بيبقى راجل مهنته التحكيم، المرتب اللي بياخده مكفيه مخليه ما فيش حد حتى طبعًا. يديله يعني بونبونايه. انا راجل بخش الملعب بونبونايه ماشي بقى ولا بونبونايه ماشي بونبونايه لا هي النزاهه تبقى ايه طبعًا. لا كلامك مظبوط. فانا يعني الحكام دول اخواتنا واصدقائنا، بنتمنى ان يبقى فيه القرار ده يطلع من اتحاد الكوره من الرابطه ان يبقى فيه هناك رئيس لجنه حكام راجل اجنبي لمده سنتين هيريح الوسط الرياضي بالكامل وهيبقى كويس. فيه نوع من الشفافيه. كابتن عادل خلينا نتكلم شويه عن الفنيات. في ماتشات حلو جدا ان احنا نبدا بيها بشكل دفاعي وده بيبقى المطلوب، وفي ماتشات بتبقى لازم تحسم فبتبدا تهاجم من الدقائق الاولى وتحسم لي بقى المباراه، واعتقد هو ده اللي المفروض موسيماني هيعمله او تقريبا هيلجا ليه في الماتش مع الوداد باذن الله. بتشوف المفروض يزج بمين كهجوم في البدايه برضو علشان نحاول نقرا المشهد هيبقى عامل ازاي؟ شوف احنا لعبنا يعني من الحاجات الجميله جدا ان موسيماني اول ما جه كان جاي على الوداد على طول. انا فاكر وكان على الوداد هناك صحيح وكسبنا 2-0 وكان بيعمل ضغط من البدايه، وشفنا جول مجدي قفشه لما ضغط على سيرت باك والغلطه. فهو عنده خلفيه عن الوداد وعن اللعب بخارج أرضنا. وبالتالي انا بشوف ان هو من المدربين اللي هو عنده اتزان، وخاصه في الماتشات الكبيره. يعني شفنا في كاس العالم للانديه لما بيلاعب هو معاه 14 كارنيه بيلاعب النادي بطل المكسيك، يعني بيلاعبهم بطريقه دفاعيه هجوميه على اعلى مستوى من على الرغم من النقص الكبير اللي كان عنده. كان عندنا يمكن 7 أو 8 أو 9 باللعيبه المحترفين ما كانوش موجودين، وبالتالي من ضمن ميزاته انه بيبقى فيه اتزان، وهو بيدافع كويس قوي، وهو بيهاجم كويس قوي. احنا شفنا الماتش بتاع لسه من يومين مع انبي عنده نقص 4 مهمين جدا في وسط الملعب، بيلعب بقفشه وقفشه ما بيلعبش في الحته دي خالص، كوكا ما بيلعبش في الحته دي خالص، ومع ذلك عمل طريقه لعب بحيث ان الشحات يسقط، طاهر بيسقط، فعمل كثافه في وسط الملعب. ما تحسيش ان ابدا كان فيه سيطره من انبي اللي هي بتتميز بوسط الملعب القوي، ما تحسيش ان فيه يعني مش عارفين يسيطروا. انت اللي مسيطر الشوط الاولاني بالكامل على وسط الملعب نتيجه انه عمل الجزئيه ديت واللي ما حدش اتكلم فيها. يعني بص تلاقي الشحات وطاهر بينزلوا في وسط الملعب مع قفشه مع كوكا، وساعات شريف بيسقط شويه، فتحس ان هو بيقدر ان هو وهو بيدافع قافل المفاتيح كويس. وفي نفس الوقت شفناه لما الراجل المهاجم اللي مدوخ الدنيا بتاع انبي ايبوكا فسلمه لرامي، ورامي ما خلاهوش يعمل ولا شوطه على مرمى الشناوي. ده برضو كلها تعليمات من المدير الفني انه وانا بدافع كويس قوي، عارف اللي قاري المنافس كويس خاصه في ماتش الوداد هيبقى ماتش واحد، وبالتالي ما عنديش المجازفه. هو اصلا دي ما عندوش المجازفه ان هو يهاجم من غير ما يدافع. هتبقى الماتش فيه اتزان، وهيلعب المجموعه اللي هي تقدر، وهيقسم المباراه بحيث انه عارف ان طبعا. وبرضه دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا يعني دايما بركز عليها، لعيبه النادي الاهلي لا تتاثر
باللعب خارج البرقات. لا لا احنا خدنا بطولات اكتريتها خارج ملعبنا يعني ما يعني فيش مشكله. يعني احنا شفنا واحنا بنلاعب الدخيل في خطر بنكسبهم مونتيري بنكسبه بنلعب الهلال في كاس العالم للانديه بنكسب 4. هو مش قصه ارض الغير، هي ملابسات هذه المباراه لا. تحديدا مختلفه على اساس ان انت بتلعب على ارض الغير المنافس، الغير المنافس اللي هو كان من العدل ان هو ما يكونش على ارضه بس وسط جمهوره. دي النقطه اللي احنا انا قلت قلت معاكم قبل كده انه اللعيبه بتاعتنا عندها من الخبره ان هي بتلعب ودانها مقفوله طبعا ودانها ما بتسمعش ودانها مع المدير الفني وبتشتغل الشغل المحترفين المظبوط، ببدا من تحت مظبوط، بادي هجمتي مظبوط، بادي الواجب الدفاعي مظبوط، في اكتر من كابتن في وسط الملعب، اكتر الشناوي في الخلف، فعندنا الحته دي اللي انا برجو ان الناس تبقى مطمئنه عليها. ودايما رجاله النادي الاهلي بيبانوا في المواقف الصعبه. هو للامانه على مدار الكام يوم اللي فاتوا، ودي حاجه اتكررت معانا انا ونهاوند كتير من خلال ضيوف وحتى في الحياه الشخصيه، من الواضح كده ان في شبه اجماع على ان الملابسات بتاعه اللقاء ده بالتحديد اللي كانت نهاوند بتكلم حضرتك عليه، فكره يعني ان ما كانش في فيرنس متحققه وما فيش عداله قوي متحققه الى اخره، في ناس كتير شافت ان اللي حصل ده هيبقى حافز اضافي للعيبه النادي الاهلي وللجهاز الفني ان هم يولعوا الدنيا يوميها. في بفكركم انت وانت رايح كاس عالم للانديه الكاف بيعمل حاجه غريبه جدا ما حصلتش في التاريخ، ان بيخلي بطوله افريقيا مع نهائي انديه كاس العالم. يعني ازاي يعني انت واخد لعيبتي وبتلعبني في بطوله كان انا بلعب في اسيا، انا بلعب في افريقيا وانت المفروض الكاف اللي انت مفروض ان انت انا بمثلك. فالجزئيه دي لولا شوف انت بتلعب 14 كارنيه وبعدين بتكسب وبعدين بتاخد البرونزيه، تعرف لو انت كامل كان البطوله دي كان ممكن جدا ان احنا ناخدها. لكن الحرب دي برضو بتتكرر تاني، انك بيعمل لك يوم 30 الماتش بتاعك وبعدين المفروض اللعيبه المحترفين بيخشوا في الاجنده الدوليه يوم 30. فهل دي صدفه؟ يعني انا مش يعني نظريه المؤامره دي هنبعدها خالص. أيوة. بس لما تتكرر مره واثنين وثلاثه لا دي يبقى العمليه انت يعني هل بتستهدف النادي الاهلي؟ زي ما قلت يا كريم بتخلي الاداره والجمهور واللعيبه تحت الحافز اللي انت بتقول عليه ده، ان انا انت بتحاول تظلمني، طب انا ان شاء الله كل قوتي ان انا كجهاز فني وكاداره وكلعيبي ولعيبه ان انا هبذل كل جهدي علشان ارجع، لان انا عندي الحافز اكتر من اي حته ثانيه. الحافز بتاعي ان انا عايز اخد الثالثه. الثالثه دي هتوصل ل 11 ودي هتبقى انجاز ما بعده انجاز. بتتكتب في تاريخ كل لاعب، في تاريخ اعضاء مجلس الاداره، وفي تاريخ الجمهور. تاريخنا احنا حضرنا 9/10/11 مع الاهلي ان شاء الله. شكرا حلو والله. يعني انت يعني انت من ساعه ما جيت والله الحمد يعني وقتها كم بطوله؟ فتره بتقلنا ما معناه ان والله وشكوا حلو. 15 شهر خدنا كام بطوله؟ يا الناس بتنسى بس الناس بتنسى معلش. فهو يعني الحافز ده، وبعدين دايما الحد اللي بيظلمك ربنا بيبقى معاك بيساندك. صح بيساندك بلعيب بيشوط كوره رايحه تروح داخله. والله بكلامك بجد تلاقي توفيق كده جه واحد بيوقف الكوره تروح قال شيء اللعيب بتاعنا كده حاططها. فهي الى جانب طبعا الاسباب وكل حاجه احنا بنعملها الحاجه الصح، في نفس الوقت لما بتلاقي ظلم باين قوي وبعدين عمالين عشان يدوروا على حكم. انت لحد النهارده الجواب بتاع الماتش انا بسمع ان هم لسه ما بعتوهوش، فاظن في قضيه النهارده هيحكم، ما اعرفش هيحكموا فيها ولا لا. المحكمه الدوليه المفروض ان النهارده 25 المفروض ان هم يحكموا، لان المغرب بتقيم البطوله مرتين مع بعض ورا بعض، فدي طبعا ما فيهاش اي نوع من الحياد، ومفروض الكاف يبقى حاطط البرنامج بتاعه من البدايه بحيث ان انا طبعا في الماتش النهائي يبقى على ارض محايده بحيث ان يبقى فيه عدل بين الاطراف. بالظبط يعني. كابتن عادل فاضل 3 دقائق تقريبا، عايز اروح بحضرتك لنقطه مهمه جدا برضو خاصه بالاداء الفني للاهلي، وهي فكره الفاينل تاتش، اللمسه الاخيره اللي ربما احنا على الملعب بنبقى يعني او احنا كمشاهدين بنتفرج اداء رائع جدا وخطه تكتيكيه رائعه جدا وباس حلو ولعب حلو، ولكن الفاينل تاتش فيه مشكله شفناها في بعض المباريات اللي فاتت وتحسنت يمكن مؤخرا، بس خلينا برضو نروح لها لانها مهمه جدا. برضه في التدريب الراجل ما بيدربش
مش بيدرب. يعني انا عندي 3 4 فراوده عايز ابرنهم على الحاجات اللي بتحصل في المباراه، كوره على العرضه القريبه الراجل هاني بيلعبها لي او اكرم او اي حد بيلعبها لي، انا المفروض ادربه 50 60 مره الصبح و50 60 مره بعد الظهر. يعني ايه ما بيتدربش؟ ما انا مش فاهماها دي. ما بيدربش لانه ما فيش وقت، كل 3 ايام ماتش. انت لعبتي الاربع والسبت. ايوه. يدرب امتى؟ ما هو الاربع في الناس اللي هي ادت اقصى حمل، يوم الخميس مفروض انه استشفاء، الجمعه معسكر، السبت مباراه. يدرب امتى؟ وبعدين كان المفروض ان احنا نلعب النهارده مع الكامباني، فهم اجلوا لنا الماتش، فتخيلي هيدرب امتى؟ فانا عشان اصلح يعني الحته دي مش حابين نقلل من اهميه وقيمه التدريب، بس برضو كل اللعيبه دي عندها من الخبرات السابقه ما يكفي. لا يا كريم، لا ولا التدريب ما بتمشيش كده. لا لا لا، الهدف من التدريب ايه؟ عمليه التكرار. يعني ميسي لما بيلعب الفاول بول هل ما بيتمرنش كل يوم عليها؟ بيتمرن علشان الممر العصبي اللي بيطلع من الدماغ للعضله للعصب علشان يحطها في المقص في الحته الفلانيه، عايز عمليه تكرار. عشان كده التدريب بيبقى يومي، والا ما يبقاش فيه تدريب. لان انا كلاعب لما بتدرب ان انا وانا رايح على العرضه القريبه بحطها، وانا والكره جايه لي بين رجليا بنام واروح حاططها. بينفذ بشكل لا ارادي. لما بعمل الوان تو مع زميلي الدبل باص، لما انا بصلح وبشوط، او انا بعمل ان انا هشوط وبروح ممرر، كل الحاجات دي بتبقى بالتدريب، والا كان التدريب ما يبقاش فيه ليه معنى. فعشان كده التدريب مهم جدا، ان انا في مواقف معينه لازم ان انا ادرب اللعيب عليه، هو ما عندوش الميزه ديت نتيجه ضغط المباريات. انت بعد الماتش على طول لعيبتك هتروح المنتخب، فما حتى انت عايز تصلح او تهدي ما انتش قادر، وبالتالي انت بتبقى يعني بنعذر الجهاز الفني، بنعذر اللعيبه، لكن لا يمنع ان احنا بنشد على ايد اللعيب، وخاصه الماتش اللي جاي. الماتش اللي جاي ماتش بعد توفيق ربنا ماتش لعيبه. الجهاز الفني هيبقى ليه 5%، انما 95% الماتش اللي جاي ده لعيبه، روح قتاليه، تنفيذ واجبات، تركيز كامل في الملعب، البطوله تبقى في ذهني ان انا لازم ارجع، وال100 مليون يكونوا موجودين علشان يبقوا فرحانين بال11 ان شاء الله. فدي كلها امور ان شاء الله ان شاء الله اللعيبه تاديها، واحنا متفائلين كلنا باذن الله ان شاء الله باذن الله. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا، نورتنا كالعاده، اهلا بيك دايما. هنروح فاصل اخير وهنرجع بعد كده للفقره برضو الاخيره وسؤال السوشيال ميديا. كنا بنقول لحضراتكم كم مره تقابل الاهلي مع الفرق المغربيه، بنتكلم هنا في مختلف البطولات. هنروح فاصل ونرجع نكمل سريعا.